السلام عليكم بابا طلاب الصف السادس الابتدائي. درسنا لهذا اليوم هو حل مناقشة درس فريضة الحج. أخذنا فريضة الحج وشرحناها، سراح نحل مناقشة الدرس. نعدنا أولا صفحة 64. أول، ماذا يشترط في المسلم لأداء مناسك الحج؟ هاي أخذناها بابا بشرح. هاي شنو شروط أداء شروط الحج؟ هي هاي، هذن الأربع نقاط: أن يكون مسلما عاقلا بالغا واهذا عن المجنون الصغير لا فرض عليهم، قادرا على السفر وآمن على نفسه وصحيح البدن وسالم من الأمراض، مالك النفقات السفر ذهابا وإيابا، آمن على ماله وعياله. هاي النقطة الأولى، أو حل النقطة الأولى من المناقشة. نعدنا النقطة الثانية، اذكر الحديث النبوي الشريف في مناسك الحج. هذا باب الحديث النبوي في مناسك الحج. قال صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، قال رسول الله. نعدنا النقطة الثالثة من المناقشة، هل إن فريضة الحج تؤدى أكثر من مرة؟ اذكر الحديث النبوي الذي يؤيد ذلك، الذي يؤيد جواب. قلنا احنا فريضة الحج، ها بابا جواب هنا، احنا قلنا شرع الله الحج مرة واحدة في العمر، فإن تكرر ذلك كان تطوعا. اذكر الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: كل عام يا رسول الله. تذكر هذا الحديث بابا، فسكت حتى قال ثلاثا، فقال النبي: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. صدق رسول الله هذا الحديث. نعدنا النقطة الرابعة من المناقشة، ماذا يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟ بابا جواب هنا تقول النقطة الرابعة، يقول: فمن حج حجا نقيا من الفحش في القول والعمل ككثرة الجدال مع الآخرين ولم يذنب صار كالطفل الذي ولدته أمه نقيا من الذنوب. نعدنا النقطة الخامسة من المناقشة، ما فوائد الحج؟ قلنا فوائد الحج ذن ذكرناها نائبا موجودنا من فوائد الحج، ذن النقاط الأربعة التي ذكرناها وشرحناها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.